من أنظر نقاها أعطاني كالله سير وقلعوا هذي وعاد أعطاني هذي الحمد لله لأني نتمتع فيها اليوم أعطوا هذي كده اليوم زدت بكرشم. نشكر السلطات المحلية على التنظيم المحكم في هذه العملية والله يفرج على كل مغبون إن شاء الله. حيدة ولاية وهران عملية ترحيل وتوطين أكثر من 153 عائلة من الحي العريق الحمري بوسط المدينة بلدية وهران مع مديوني إلى الحي الجديد المجمع الجديد المتواجد بالقايد 4001 سكنية تم تسكينهم في إطار محكم، تم تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لهذا.